سيداتي والسادة، نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، لكم التحية. مرحبا أدي. أهلا محمد، أهلا بكم مشاهدينا. نشرة الأخبار إلى التفاصيل. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروسل. كما شارك الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة، حيث أعرب عن تقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا مرنا لصناعة اللقاحات. الرئيس السيسي عقد أيضا سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة والزعماء على هامش أعمال القمة الإفريقية الأوروبية. نتابع. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل بالمشاركة في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي السادسة. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية، وكذا مناقشة القضايا البيئية وسبل الاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. وعلى هامش مشاركة سيادته، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع كل من رئيس وزراء بلغاريا، رئيس جمهورية قبرص، رئيس البرلمان الأوروبي. كما شارك سيادته في المؤتمر الصحفي للدول المصنعة للقاحات. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة البلجيكية بروكسل عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. خلال مشاركته في جلسة المناخ التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، أكد وزير الخارجية السامح شكري أن مصر ستسعى من خلال استضافتها لقمة المناخ بمؤتمر الدول الأطراف كوب 27 لاستمرار التعاون بين جميع دول العالم وتحقيق توافق دولي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مستهدف خفض حرارة الأرض بدرجة ونصف درجة مئوية. كما أشار الوزير إلى ضرورة مشاركة الشركات ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة التغير المناخي. وكما نعرف نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب 1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. وهنا أنا قد عدت توا من مؤتمر الأفريقي الأوروبي، وهم كانوا يتحدثون فيه كذلك عن تغير المناخ، ونستطيع أن ندرك أنه لا زال هناك مستوى من
من القلق في العالم النامي، وأن فجوة التمويل لم يتم تغطيتها، ويجب أن نقوم بكثير من الجهود في مجال التكيف. الكثيرون يتحدثون عن تقليل الأثر، ولكن علينا أن نتعامل كذلك مع مسألة التكيف، خاصة في الدول التي ليس لديها كثير من الاستعداد لهذا الأمر، وكذلك في الدول الجزر. وعلينا أن نقوم بالوفاء باحتياجات تلك الدول، وإلا سوف نفقد هذا الزخم، وسوف نفقد كذلك الرغبة في الوصول إلى إجماع. كوكب الأرض في خطر جراء التغيرات المناخية. وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تجيب في لقاء خاص. خلصنا من مشكلة قشر الرز في مصر ولا لسه؟ حولنا هنا المشكلة إلى فرصة، إلى حاجة بتدر دخل. ما هي استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي كوب 27؟ طبعا المناخ من أكبر المؤتمرات متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة. المحميات والسياحة البيئية في مصر بيئة أم اقتصاد؟ المبادرة الخاصة بأكو إيجيبت وهي تطوير المحميات الطبيعية من خلال منتج جديد وهو السياحة البيئية. والعديد من الأسئلة في لقاء خاص على شاشة التلفزيون المصري في الأوقات التالية. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان بأنه سمع دوي عدة انفجارات في شمال مدينة دونيسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا، ولم يتضح سبب الانفجارات، ولم يرد أي تعليق حتى الآن من السلطات الانفصالية أو كييف. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده في قصف للانفصاليين الموالين لروسيا. وكانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو قد تبادلوا الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار، بينما أعلن زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية شرق أوكرانيا تبع التعبئة العامة ليحذو بذلك حذو رئيس منطقة دونيسك. وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا. يشرف الرئيس بوتين اليوم على مناورات عسكرية واسعة النطاق وتجارب صاروخية، ما يهدد تصعيد الأزمة بين موسكو والغرب، بينما أعلن زعيم منطقتي دونستيك والغانسك الانفصاليتين التعبئة العامة. كان مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أفادوا بأن هناك زيادة كبيرة في الانتهاكات. في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا. وفي خطاب له حول الأزمة الأوكرانية، شدد بايدن على أن الأوان لم يفد بعد للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن وزير خارجيته أنتوني بلينكن سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافاروف الخميس المقبل للتباحث حول مستجدات الأزمة الأوكرانية. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن قرب غزو روسي لأوكرانيا، وأبدى موريسون أمله في أن تتراجع موسكو عما وصفه بترهيبا لجارتها. لا يمكن أن نقبل بوضع تقوم فيه دولة مثل روسيا بتهديد البلدان المجاورة لحدودها والتنمر عليها. لا يمكننا قبول ترهيبها وتهديدها بهذه الطريقة. هذه ليست الطريقة التي يمكننا بها تحقيق سلام مستدام، ولا ينبغي تشجيع أي بلد على هذا الأمر مطلقا. لا يمكنهم ذلك. أهلا بكم مجددا، ونواصل مع حضرتكم تقديم نشرة الظهيرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم طرح الحكومة لأكثر من 5000 قطعة أثرية مصرية للبيع في أحد المزادات العلنية التي تنظمها إحدى الدور العالمية بالولايات المتحدة. وقد تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء مشددة،
حرص واهتمام الحكومة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضري، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية إلى الخارج. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة. وزارة الصحة أعلنت كذلك خروج 1983 متعافية من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 397218 متعافين. وفي كندا، وصلت الشرطة جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة أوتاوا بعد أن أغلق متظاهرون وسط المدينة بالشاحنات لأكثر من 3 أسابيع احتجاجا على القيود التي فرضتها السلطات لاحتواء جائحة كورونا. هذا وقد تم اعتقال 4 من المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات وأكثر من 100 متظاهر، حيث قام مئات من الضباط بعضهم يمتطون الجياد بتشكيل صفوف ودفعهم ببطء بعيدا عن مركباتهم. وساد التوتر في لحظات كثيرة، وسحبت الشرطة بعض المحتجين من سياراتهم في حين تحدى آخرون تقدم الشرطة وافترشوا الأرض. ووصفت شرطة أوتاوا سلوك المتظاهرين بالعداء. وعودة للشأن المحلي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري مبادرة حياة كريمة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه. وأشار القصير إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتحسين الظروف المعيشية لفئات من المواطنين من خلال تقديم الخدمات للمزارعين وإنشاء مجمعات خدمية تشمل وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي ومراكز لتجميع الألبان. التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفدا من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة نأتيكم نشرة جديدة من التلفزيون المصري والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.ag. شكرا لطيف المتابعة. شكرا محمد. شكرا أدا، في أمان الله.